رسالة الموكل، وفي هذه الحالة ما يعطيش الوكيل فرصة إنه يبلغ الموكل. لا، القانون أعطاه الحق لأنه يقوم بإيش بالوكالة على أساس إنه يقوم أيضا بمصلحة على أساس إنه يبلغ فور فور يعني بمجرد الانتهاء من العمل على طول يبلغ. فإن وافق وافق، ما وافقش أيضا في هذه الحالة يعتبر فضولي ما تنصرف أثناء الوكالة إلى مين؟ إلى الالتزام الثاني التزام الوكيل الذي يمكن تمثيل الوكالة بعناية لازمة. وش كنا ما نقول بعناية لازمة؟ يعني إنه لو بيبدأ من العناية هنا المعيار مش موضوعي، وإنما المعيار شخصي. المعيار هنا شخصي، يعني إنه إيش؟ يعني على الوكيل أن يبدأ من العناية ما يدري الرجل العادي. ما نشوف يكون حريص، يعني ما نشوف الرجل الحريص أو الرجل لا لا الرجل العادي. ولهذا هو يبدأ من الرجل ما يبدأ من الشخص. إذا غير هل يقوم الوكيل أن يضيع صفقة رابحة على من؟ على الموكل. وهذه حالة يتحمل المسؤولية الموكل لأنه يبقى يدمر الضرر. يعني مثلا قل له بيع وواحد قل له اشتري اشتري، وفي هذه الحالة يعني معروف أنه هذا الوكيل أنه يتهاون في أعماله، يعني يتهاون في عمله. يعني أنا كنا عارفين في الشوط قلنا الرجل العادي، لكن وإنما أيضاً ويش يقوم؟ يقوم بالتهاون. ونحن عارفين حقوق إنه إيش؟ حتى في أعمال العادية التهاون. ففي هذه الحالة أي أمرأة يسبب للموكل من جناح الصفقة التالي يعتبر مسؤول عن إيه؟ عن هذه الصفقة. لكن كقاعدة عامة نحن بننظر إلى إيه؟ إلى المعيار الشخصي. يعني المعيار إنه يبدأ من العيار ويبدأ الشخص العادي. لكن إذا كان هذا الشخص، إذا كان هذا الوكيل معروف أنه متعاون في أعماله الخاصة، أي أضرار يسببها للموكل يسأل عنه، يسأل عنه في إيش بجر قضي. أيضا ما يسألش في استثناءات القاعدة العامة، إنه صحيح هذا ما يسألش أيضا عن إيش؟ على السبب الأمني، هذه قوة قاهرة. فإذا حصل في تمديد الوكالة قوة قاهرة أدت إلى عدم قيام صاحب هذا الوكيل بعدم تمديد الوكالة، في هذه الحالة ليس ايضا اذا كان فعل الغير، وفعل الغير عندها معنى واحد محامي، والمحامي هذا اخذ من الوكيل اخذ من الوكيل اوراق او مسنده وراح ودعم في المحكمه، المحكمه هي اللي كانت ايش؟ سبب في ضياع الاوراق، فهنا ما يسالش عنه من؟ الوكيل ما يسالش عنه لانه كانت بسبب من؟ الغير، ايضا قد تكون بسبب الموكل نفسه، الموكل نفسه قال بيانات خاطئه، يعني يجيب بيانات خاطئه للوكيل يقول له كذا كذا والوكيل على بيان بيانات في جانب الموكل، ففي هذه الحاله لا يسلم عنا من الوكيل. اذا القاعده العامه على كيف هي الذي الشخص العالي هذا يعتبر الشخص العالي يعتبر من؟ يعتبر هو الوكيل، ولهذا احنا نقيسه هنا بقياس الرجل العالي، ما نطلبش منه الحبس. بس برضه اذا عرفنا الشخص هذا انه متهاون في اعماله يتحمل رغم انه ايش؟ رغم انه لكن في هذه الحاله يتحمل اي اضرار تصيب من الموكل. استثناءات من القاعده العامه عرفنا ثلاثة استثناءات، اول حاجه السبب الاجنبي هو قوه قاهره، الثاني الذي قلنا عليه والثالث الاثر النفسي. اذا اسمه الاثر الثاني هو الالتزام الثاني من التزامك الموكل معروف انه تنفيذ الوكاله بعنايه الرجل العادي. الوكيل في بعض الوكلاء يعني خلاص يطنش، ولهذا شوف القانون يلزمه بانه اولا باول يكون وصل كل المعلومات لمن؟ للوكيل، للموكل، حتى يكون الموكل
يكون يبلغ الموكل اولا باول بكل ما يصير، حتى انه قد يعطي له ايضا تعليمات، قد يعطي له توجيهات، وفي هذه الحاله ليكون الموكل ايضا من ضمن الاشياء هذه انه يجب على تقديم الحساب، ولهذا قد يكون مثلا الوكاله تحتاج الى نفقات، وصاحب هذا الوكيل قام بنفقات من جيده، تعالوا ان يقوم بتقديم او بابلاغ الموكل بالحساب اولا باول مع المستندات المؤيدة للصحة. إذا كانت الوكالة من الوكالة التي تحتاج إلى نفقات، بس في بعض الوكالات ما تحتاج إلى نفقات، ولهذا في هذه الحالة ما يلزمش أن يقدم كاش أيضا، الموكل مش ملزم أيضا أن يدفع له نفقات لا تتطلب تنفيذ طلبات في الوكالة. يعني ما تقول أنا مثلا تقديم دعوه، هذه هي الدعوه. تقديم انت معي وانا بدي اعرف الصحه، هذا تعب، لكن لما نقول لك روح مثلا تحتاج الى شهود، تحتاج الى اشياء، هذه انت تكون في بلد فقط، ولا فقط انت تقدم انت من عندك، وفي هذه الحاله لو تقدم للموكل على اساس الموكل يعطيك مقابل، اذا كنت تحتاج النفقات الماليه، اذا كنت تحتاج الوكاله الى نفقات، اذا ما تحتاج الى نفقات في هذه الحاله. إذا انتهينا من الحكم على أحكام خاصة بالوكيل، وهذه الأحكام الخاصة مهمة، الأحكام الخاصة من الأحكام المهمة. أول حكم الذي هو تعدد الوكلاء، بحيث ماذا قلت تعدد الوكلاء؟ يعني قد يكون مثلا صاحبنا هذا الموكل بدل ما يعمل عقد لوكيل واحد، قام عندنا بخمسة ستة ثلاثة. وفي هذه الحالة نحن بننظر إلى العقد، هل ألزمهم أنهم يكونوا إيش؟ مجتمعين أو منفردين؟ فإذا كان منفردين خلاص حق الوكلاء هذول أنه يفرق كل واحد بإيش؟ يقدم من بعد حاله. أما إذا كان اشترط عليهم مجتمعين إلا لو أنهم يكونوا مجتمعين، ففي هذه الحالة لا يجوز لهم ما يكون إيش؟ الخروج عن الوكلاء، إلا إذا كان يخسر، إذا كان في خشية من إيش؟ من أن الوكلاء هذه قد تضيع، مثلا قد تكون في شبهة، نحن عارفين الشبهة إلا لازم نطلب خلال ثلاثة أيام للحاضر. لذلك. أي نعم. فبيعني حالة قد بيجتمعوش الكل وبتضيع هنا صفقة على مين؟ على الموكل. في هذه الحالة أجاز القانون إنه لصاحبنا هذا إنه ينفرد بالوكل. لكن إذا كان اشتراط الموكل في العقد بعدم الانفراد حتى لو بتضيع له صفقة، ففي هذه الحالة لا يجوز لهم أيضا الانفراد. طالما وصاحبنا هذا الموكل اشترط شرط اساسي في العقد. من ضمن ايضا الشروط التي الاحكام الخاصه بالوكيل، توكيل الوكيل غير ولا يجوز. ما حكم توكيل الوكيل؟ اذا الوكاله مكتوب فيها التوكيل والتفريق ممكن. القانون يجيز له يوكل ما لم يشترط في بيع عدم التوكيل. بالقانون المحاماة حتى مثلا كتب وكالة ما كتبت ويحق له التوكيل. القانون المحاماة يجيز له التوكيل ماذا لم ينص على لا محمد يسأل بس طلع تدي لي معه أشخاص تبي تدي له كتاب معك. ها؟ صح. المفروض أن تقول البلد قبل.
يعني واحد من الوكيل هنا وقام قبض المال، قبض المال الذي ايش للموكل. ايش الحكم يعني؟ حكم اللي يسلمون الوكيل امانه للوكيل كذلك امانه صعبه صعبه. 6000 درهم هذا تريح او اقله تريح؟ لا تريح يعني. هل يسال هنا الوكيل او ما يسال؟ يسال كيف تدفع له؟ اعتبر الامانه عندك تتحمل فأنا قدرت المال هذا على أساس أوصل لكم. حصل إنه مثلا في الطريق أدعو سيروا علي أخذ قطعوا أوكال هذه الحالات، لكن هنا القانون قال إنه إيه إذا في حالة الضياع. أما في حالة الضياع يسأل الوكيل في حالة ما إذا أضاع، أضاع المال المقبوض أمانة فيه. أما إذا كنت تقصير أما إذا كنت لأنه إحنا ما في تقصير أصلا فيه، لكن في حالة الضياع قصر، في حالة الضياع قصر أنا قصر، لكن في حالة عدم الضياع أو التلف ما كانش بقصد منه، وفي هذه الحالة لا يصح. ما لم يكن هذا الوكيل أجير، ونقصد بالأجير إنه إيش؟ أجير للحق، يعني إنه كان واحد وكل بشر في الحق. أمانة. أنا وقفت عندك كمان، إذا في هذه الحالة يسأل عنه خان أمانة. سواي يسأل عنه هنا، يعتبر يسأل عنه كأنه سواء كان تلف أو ما تلف، يصبح في هذه الحالة مسؤولا. إذن الأحكام التي أخذها حتى الآن، حكم تجاوز الوكيل حدود وكاله. تعدد العملاء حكم ايضا قلنا ايش توكيل الوكيل او الموكل توكيل الوكيل غيره. والثالث قلنا حكم المال المقبوض، والمال المقبوض هذا المقبوض انه يعني صاحبنا هذا كان، واحنا في القانون فرق ما بينهم الاثنين، ما بين بياض وما بين بياض، لكن بالاخير ساووا بينهم. هو بده يفرق بينهم، قال انه اذا هو بينادر لا يسحب، واذا هو بيانو ما يسحب، لانه مثل ما قال ثاني إنه صاحبنا هذا أمين. أمين. طب إذا أصبح أمين بكل شيء. خلاص صار ممكن إنه يقبض. إذا يقول إنه إذا ترك ما يستمسح منه لأنه طلبه كان في أمانة في البداية. حتى لو حصل تقصير. حتى حكم بيع الوكيل يا شباب ضحية، هذه ضحية في النبي. يعني نحن عارفين العيوب، العيوب الخفية، العيوب الخفية في النبي. ونحن عارفين إنه من حق البائع أن يعيد الشيء الذي في بوعه، وخاصة إذا كان العيب خفيف مؤثر في البيع. نحن عارفين عارفين الحاجة المؤثرة في البيع الذي من حيث القيمة ومن حيث المنفعة. فإذا كان البيع في بوعه من حيث القيمة ومن حيث المنفعة، حق للمشتري في هذه الحالة إعادته خلال سنة من يوم اكتشاف العيب. العيب. لأنه يشترط في العيب تحقق الركن الثالث والشرط الثالث من شروط العيب الخفيف، والذي هو إيه؟ الذي هو مؤثر. والعيب هنا مؤثر، طالما مؤثر في القيمة، مؤثر في قيمة الشيء وفي منفعته، إذا نسمع في هذه الحالة الشيء إيش؟ أصبح معي. فإذا كان بين الصاحب هذا المشتري باع وحصل أن ظهر عيب في المبيع، هل يحق للمشتري إعادته أو تشوف هنا الغرض أعتبر بأنه يجوز له قبول رد. ليش؟ فلا قد يكون في مظنة ما بينهم، يعني قد يكون في اتفاق ما بين المشتري وما بين الوكيل انه عنده على اساس يكون في فوائد، ولهذا لا يجوز القول ما جاز للوكيل ان يقبل رد المبيع المعين الا بحكم فيه من المحكم. فاذا قبل فبهذه الحاله يتحمل كل ما يصيب المبيع من نقص القيمه من اي شيء يتحمله، ولا يجوز له ايضا القيام ببيعه مره ثانيه. ليه؟ لانه في هذه الحاله خلاص قد يوكله صاحب الموكل بان يبيعه اول مره، اذا لا يجوز له ثاني مره القيام بايش؟ ببيع الشيء. اذا ما حكم وجود عيب في المبيع الذي باعه الخفي الذي باعه من؟ الوكيل. لا يعتبر الرد الا بحكم الله. بحكم الله تمام. عندما قبل الوكيل تحمل كل شيء خبط مظنه ما لم يدلوا صاحبنا الوكيل لقد نجوته خلاص. احنا دائما نشوف عندنا دائما في الوكاله عندنا احنا موقوف، يعني ما فيش حتى ما قلش انه وانما اي عمل يقوم به بالوكيل ففي هذه الحاله تعتبر انه ايش؟ موقوف على اجازه من؟ طيب قد يقوم صاحبنا هذا بتصرفات، اما بتصرفات في الشراء واما بتصرفات في البيع. احنا عارفين الوكيل طالما اذا
إذا من حق الموكل هنا أنه يقول له أي شيء، فقد يقول له أبشر. فما الأحكام في هذه الحالة؟ يعني يقول له أبشر. نحن نقول لك أنه إذا كان صاحبنا هذا حدد له أول مرة السعر وحدد له السعر قل له بيع بكذا، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يخرج عن الحدود لا بقوم يسير ولا بقوم فاعل باعتداء بك. لكن إذا ما حدد له أبشر هنا قال له طالب أنه يبيع بكذا التزم وما يجوز له ان يخرج لا بضوء يسير ولا بضوء فاح. واذا ما عجز له فان حدد له خلاص ما حدد له ما يجوز يخرج له يقول سوريا بس يكون علاقه بالوضع اليسير الذي هو نصف الف. هل يجوز طيب صاحب الوكيل هذا ان يشتري الشيء الذي ايش؟ الذي وكله بشراءه بشراءه هل يحق له يشتريه؟ يحق. لا 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 لا